Harful mevzul konusu yani mastar haline getiren harfler konusudur. Bu harf mevzul öyle bir harftir ki kendinden sonrasını mastarını kendisine göre düzenler. Ve enne. Bir de ennedir. Eni işledik bir önceki videoda. Bir de enne var. Ve tedhulu alal cümletil ismiyeti. Enne isim cümlesinin başına gelir. Fe tansibu el mübteda mübtedayı nasb eder ve tarfa'u el habere haberi de ref eder. Ve tekunu ma'a ismiha ve haberiha fi tevili mastar. Yani o ismi ve haberiyle birlikte fi tevili mastar olur. Mastar tevilinde olur. Lehu mahallun في, في تاويل مصدر له له محله من العرب العرب تا محل واردر فإذا قلت سن يسعدني أنك ناجح أنك برد أن الاسم نستر خبري رفتر يعني سنين بشاري الألمان بني متد يعني أن يسعدني النجاح Heynel <ihinedir> Eyrab ne kulu. şöyle der. Rabbi. Bakın enne burada yine kendine sonraki ismini ve haberiyle birlikte mastar pozisyonuna geliyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Yus'iduni yus'idu. Fiil-i muzari merfu'un alametu ref'i addammetu. Burada nun nedir? Vikayedir, harftir. Mebniyün alel kesirdir. Ya nedir? Damir-i muttasildir. Mebniyün alel في محل نسطر، çünkü به بهتر. أنك أن بردان ندر حرف hem نسب, hem توكيد ونسب هم نصب، حمد التوكيد حرف مبني على الفتح، فتحة زرنا مبني در. والكاف ندر. بكين ضمير متصل مبني على الفتح در. في محل نسطر، چونك اسمه إناد اسمه أنّ، أنّ اسمه در. أنّ برده حرف توكيد ونسب. خبر أن ناجح أه مرفوع علامة الرفع الضمة در والجملة من أن واسمها أن بد أن أن واسم دن وخبرها بدأ خبر دن متولد جملة دنر في تاويل مصدر دنر بنا يعني فاعل يسعد فاعل للفعل يسعد والتقدير يسعدني النجاح كينا يعني أنك ناجح عيني نجح إلى عين ما نداتش. طبعاً يعني عرفت أنّك ناجح. والإعراب برد عرفت مفعول به يبرّب وأنّك ناجم. عرفت فعل مازي مبنيٌ على سكون وتدّندر تا دامير متسّل مبنيٌ على الدم في محل الرف فايلدر در. أنك أن برد حرف التوكيد والنسب مبني على الفتح فتحه مبني والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نسب اسم أن أنا ناجا خبر ان ندر مرفوع علامه الرفع الضمه تدر اغلشه والجمله من ان واسمها وخبرها في تاويل المصدر در بيهتر. بيهتر مفعول به تر نه مفعول به تر اغلشه عرفتو عرف انه مفعول والتقدير عرفت نجاحك يعني gördünüz بو tevil-i mastarın irabı يعني بو جملة cümlenin irabı وتقول اما صلاة جملة سن إعرابي يخطر قال اشتر وتقول عجبت من أن زيدا ناجح أبدا evet, من نجاح زيد ونجاح وحين الإعراب يكون الماستر الماستر المؤول من أن أنذا المتوالي واسمها وخبرها أن اسمي وخبرنا متولد مصدر مؤول برادناولر

mecrur olması lazım. Şöyle yani mecrur oluyor. Yani en yekune el masdar ma vel mecruren bi min min ile mecrurdur. Ve takdir takdir nedir? Acibtu min necahi zeydin. Bakın min enne zeyden naci'un min necahi zeydin ya. Yani. Aynı manaya gelir. Key bir diğer harfi mevsuldür. Yani tevil mastar yapan harftir. Bunu bir sonraki videoda inceleyelim.